أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وأفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين أبا القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون جميعا، ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أيامكم بهذه المناسبة العطرة الممنونة المباركة بولادة صدق رسول الله الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه. حقيقة الحديث عن الإمام الحسن سلام الله عليه حديث وقعًا يختلف عن بقية أئمة أهل البيت عليهم السلام بكل ما بالكلمة للمعنى. فمظلومية هذا الإمام وقعًا كانت في حياته عالية جدًا، وبعد رحيله من هذه الدنيا أيضًا ظلت هذه المظلومية مستمرة. هناك جانب مهم في حياة الإمام، أود أن أسأل الله أن أوفق أن أضع يدي عليه، ولكن قبل أن نلج في هذا الموضوع المهم، هناك باب أستطيع أن أدخل منه إلى أن أصل إلى هذا الذي أريد أن أتحدث عنه، وهذا الباب أيضا له مدخلية في الحياة. عرف عن الإمام الحسن عليه السلام بأنه كريم أهل البيت، معروف أن الإمام الحسن كريم أهل البيت، وعرف أيضا في التاريخ أنه كان حليم أهل البيت عليه السلام بهذا النص. حليم أهل البيت إذا أطلق فيراد به الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه، كما إذا أطلق كريم أهل البيت ينصرف إلى الإمام الحسن فكذلك. أقول لك هذا المعنى العظيم في شهادة الإمام الحسن عليه السلام والإمام على سريره بأبيه وأمه وبنو هاشم إلى جانب الإمام الحسن عليه السلام. ويبدو هناك بعض الزائرين اللي جايين إلى الإمام الحسن، فأراد الحسين أن يرفع السرير، وإذا بأحد الزائرين اللي كانوا في المجلس قام ورفع جزءا من هذا السرير. الحسين عليه السلام استغرب أن مثل هيك إنسان يعني يتجرأ هذه الجرأة، لأن المعروف بالوسط أنه ضد حركة الإمام الحسن عليه السلام، من والد الحكم والرواية موجود، فأن يتجرأ بهذه الجرأة وطعن الإمام الحسين عليه السلام لفت نظر هذا الأمر. فمروان أراد أن يحمل السرير وإذا بالإمام الحسين عليه السلام قال له: أتفعل ذلك بعد وفاته وقد جرحته الغصص في حياته؟ وإذا بمروان إجابة للإمام الحسين عليه السلام قال له: نعم كنت أفعل ذلك، يعني أنا نعم يقدر يكذب على الإمام سلام الله، أنا فلان، ولكن ذكر كلمة في غاية الأهمية، قال: كنت أفعل ذلك مع من يوازن حلمه الجبال، يوازن حلمه الجبال، كلمة في غاية الأهمية، كلمة يسلط عليها علماءنا المحققين فتحة كبيرة إلى دراسة الحياة اللي عاشها الإمام. كل أئمة أهل البيت كانوا يعيشون صفة الحلم، الصبر، الأنات، وش قد إحنا واردة عندنا روايات يجي للإمام الباقر يمسكه من جلابيبه من هنا يقول له: أنت البقرة، يقول له: لا أنا الباقر، أمك كذا، ويتعامل وياه بمنتهى الحلم. وهكذا الإمام الصادق، وهكذا موسى بن جعفر عليه السلام مع صاحب الضيعة التي كان يسب الإمام سلام الله عليه، وهكذا. ولكن صفة الحلم كثرت وعظمت وتجلت في حياة الإمام الحسن عليه السلام بشكل ملفت للنظر. لماذا؟ سؤال هنا، هل هذه الصفة أراد منها الإمام ترسيخ في المجتمع فقط، أم أن هناك بعد أو وراء هذه الصفة هذه القضية أمور أخرى مهمة يتركها
إلى التاريخ حتى يشرح من خلالها واقعه حياته ما مر به من أحداث من المواقف. لا شك ولا ريب الإمام سلام الله عليه يريد ينشر حالة التسامح، صحيح؟ صفة الحلم يعيش الإمام وأخذها من آبائه وأعطاها لأبنائه، ويريد المجتمع يعيش حالة تسامح، محبة، ود، علاقات، تزاور. وهذا جنبة جدا مهمة دائما يسلطون عليها أمة أهل البيت الأمر. ولكن أن تكون هذه الصفة يعني تنصرف إلى الإمام الحسن، فهناك مجموعة من الأسئلة تتوجه حول هذا الموضوع، لما تم هذا الأمر. هنا أنا راح أبدأ بالدخول لما أريد أن ألج في حياة الإمام سلام الله عليه. هذه القضية بدأت من خلال جبهتين، يعني لما الإمام الحسن صار حلمه يوازي الجبال، لما الإمام الحسن عليه السلام عرف بين أئمة أهل البيت بأنه حليم أهل البيت، لما؟ الجواب كانت هناك جبهتان خطيرتان عظيمتان كبيرتان تتحدثان عن الإمام سلام الله عليه. الجبهة الأولى هي الجبهة الخارجية، متمثلة بمعاوية وأثناء بني أمية اللي كانوا يشيعون أخبار كثيرة، واللي أراد معاوية وبنو سفيان وبنو أمية من خلال إعلامهم المضلل، مو بس الآن إذا واحد يشكك بالإعلام سابقا، مو صحيح؟ الآن ربما واقعنا يعني يحاول ربما يكشف لنا بعض الأوراق اللي كانت موجودة. معقولة علي بن أبي طالب توصل القضية إلى درجة أن الإعلام يوصل إلى أنه حينما يقال ضرب في مسجد الكوفة، يقال كيف يعني كيف ضرب في مسجد الكوفة وعلي لا يصلي؟ الإعلام أوصل القضية إلى هالمستوى. طبعا هذا في خصوص الشام، يعني الجو الإعلامي في الشام كان مغلق على آل أبي سفيان بحيث لا يعلمون ولا يفهمون لغة غير لغة بني أمية، ولا إعلام غير إعلام بني أمية. لكن المشكلة هذا الإعلام بدأ ينتشر بين الناس، بدأ ينتشر في العراق، بدأ ينتشر في الكوفة، في البصرة، في بقية الأمصار الإسلامية اللي أيضا كانت سلطة الإمام أمير المؤمنين تمتد إليها. ولهذا سبب هذا الإعلام إرباك كبير وعظيم على الإمام الحسن عليه السلام. حاول أن يعزل عن قاعدته، عن شعبيته، على المناطق التي كان يرتبط بها. ولهذا الدعايات اللي كانت كبيرة تبث على الإمام الحسن هي اللي خلت بعض الناس يجون والإمام يمشي يسب ويشتم ويتكلم على آبائه وعلى أجداده بقوة ويواجه الإمام. هذا الأمر بمنتهى الحلم وبمنتهى الأناس. هاي جبل الجبل الأخرى، الجبل الأخرى اللي كانت موجودة هي جبهة داخلية. وللأسف احنا دائما جبهاتنا الداخلية يعني في بعض الأحيان حينما ما تكون واعية للحدث وللأحداث وللمواقف والأيادي والأصابع اللي تشتغل من وراها، ربما أيضا تكون عامل هم في داخل المجتمع من حيث لا تدري. وإذا بالإمام سلام الله عليه يعني يسمع كلمات كبيرة، وقعاً الإنسان يستغرب كيف توجه مثل هذه الكلمات إلى الإمام الحسن عليه السلام، وهو صدق رسول الله، وهو الذي يقول عن رسول الله إمام قام أو قعد، وإلى حجر نفسه هذا الشهيد الجليل الفاهم الواعي لخط أهل البيت، وإذا يأتي إلى الإمام الحسن عليه السلام ويتكلم معه بكلمات صعبة، يقول أحد سليمان ابن صود الخزاعي، هذا الإنسان المؤمن الصالح تقي، وإذا أيضا يتحدث مع الإمام الحسن بكلمات أيضا ملؤها الألم، حتى صار بعضهم يخاطبه السلام عليك، لا أقول ما قالوا في التأريخ. هذا المعنى العظيم الجليل. طبعا هناك من اتخذ في بطانة هذه الجبهة الداخلية من يعني تحدث ويا الإمام
سلام الله عليه باسم أصحاب الإمام، لأن ينقل على ما أعتقد ينقل الطبري، عرفت شلون؟ ينقل الطبري عن جماعة، ينقل ابن حجر في الإصابة، يقينا ابن حجر في الإصابة ينقل هذا النص، قال أصحاب الحسن للحسن السلام عليك يا عار أمير. وكان يواجه، كان يواجه الإمام الحسن سلام الله عليه كل هذه الاتهامات بروح طيبة، بروح عالية المستوى وألات وحلم عالي، حتى عرف عنه بأنه حليم أهل البيت عليه السلام. زين، هنا نسأل، يقول عجب هذه الأمة ليش يعني اتخذت من الإمام الحسن سلام الله عليه هذا الموقف. جبهة معاوية ما عندنا مشكلة وياها، كما ما عندنا مشكلة ويا الجزيرة ويا العربية ويا قطر ويا السعودية، ما عندنا مشكلة احنا، هذا ديدنهم معانا، ما في يوم من الأيام أنصفونا عبر التاريخ، فأنا أجي أحملهم ما لا يطيقون، هذا وضعهم. لكن لما بعض الجبهات الداخلية تتعامل مع الحدث ومع الواقع بشكل لا ينسجم مع الوعي؟ يعني لما يجي سليمان مو شخصية عادية، لما يجي حجر مو شخصية عادية، لما يجي فلان وفلان من دون ذكر الأسماء أيضا مو شخصيات عادية، لماذا تعاملوا مع الإمام بهذا الشكل؟ القضية الدور مو حول علم الإمام ولا كرم الإمام ولا صبر الإمام ولا أنه ابن رسول الله، لو لا القضية ما متعلقة بهذا الجانب، تتعلق بقضية مهمة وأساسية مرت فيها حياة الإمام الحسن، قضية الصلحة مع معاوية، أكثر من هذا ما ولا كل الأمور كانت طبيعية، ولا زال صلح الإمام الحسن، حتى واحد يعني يتكلم بصراحة، لا زال صلح الإمام الحسن إلى يومك هذا محل جدال، حتى في داخل مدرسة أهل البيت وبين علماء مدرسة أهل البيت هناك نظريات طرحت، مو نظرية واحدة، مو فهم واحد ولا فهمين ولا عشر، هناك نظريات متعددة في دراسة هذا الحدث لأهميته، للناس يقولون لما اختلف الحسن عن الحسين؟ هو بالواقع مو اختلف الحسن عن الحسين، لا هو الحسين اختلف عن الحسن، لأنه ترجع إلى حياة أئمة أهل البيت تلقاها تقريبا واحد، الاختلاف صدر عن الحسين عليه السلام، حسين واجه، وإلا زين العابدين الباطل الصادق الإمام موسى بن جعفر، كانت أكو هناك شنو؟ أكو هناك طريقة أخرى تنسجم مع الواقع بغض النظر عن التفصيلات. فإذا الإمام الحسن بالواقع هو جاي يمشي ضمن هذه السلسلة الطبيعية لأئمة أهل البيت، اللي اختلف إذا ما أردنا أن نطرح السؤال هو الحسين، لما اختلف الحسين عن الحسن؟ ولكن مع ذلك نقول لما كانت حركة الإمام الحسن عليه السلام بشكل يختلف عن حركة الإمام الحسين؟ وهو قضية الصلح. ما أريد أتعبك حقيقة بالنظريات والآراء الكثيرة، ولكن وجهة نظري أعتقد أن هناك نظريتان رأيان مهمان أساسيان ولهما علاقة مباشرة وكبيرة على واقعنا، يعني مو نظريات تاريخية انتهت وقضت وانتهى كل شيء، وإنما لها آثار على واقعنا. النظرية الأولى تعتقد هذا الاعتقاد، أن الإمام الحسن عليه السلام إنما صالح معاوية لأجل أنه أراد أن يعالج مرض معين، هذا المرض يختلف عن المرض الذي عالجه الإمام الحسين في حياته، لا يمكن لمرضين أن يعني يقدم لهما دواء واحد، لا يمكن لعاقل بعد أن تشخص عند طبيب ما أو عندما يشخص طبيب مرضا ما في إنسان لا يمكن أن يعمم الدواء لكل إنسان قد تمرض بمرض ما يختلف عن هذا المرض، لا يمكن لعاقل بعد أن تشخص بأن هناك مرض معين لابد أن تعطي علاجا يختلف عن العلاج الذي تقدمه فيما لو جاءك مرض آخر.
الإمام الحسن عليه السلام ابتلي بمرض عند الأمة عند الناس، وهذا مرض مستمر، مرض عدم التمييز. في زمن الإمام الحسن عليه السلام الأمة للأسف الشديد ما كانت تميز بشكل واضح وبشكل بين بالمجمل بين خط بني أمية وبين خط من؟ بين خط أهل البيت عليهم السلام، ما كان ذلك الوضوح بارز. ولذلك كان عندهم علي بن أبي طالب يعني كمعاوية بالخط العام. لذلك المشكلة اللي واجهها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه من المجتمع كانت كبيرة، لأن المحنة ما كانت يعني عند الناس واضحة المعالم بأن هذا ترى معاوية، هذا ابن آكلة الأكبار، هذا أبو كذا صنع، هو كذا صنع، يريد يفتك بالمسلمين. لا، الناس كانت تضغط على علي عليه السلام تقول له الرجل قدم للشام هواي أمور، سوى خدمات، الناس في الشام مرتاحة، كهرباء أكو، ماي أكو، رواتب زينة، خدمات، شوارع مبلطة، كل الأمور مرتبة، إحنا جبناها ضيم وقهر وتعب ومعاناة. يا عم هذا برنامج من أجل ضربكم، قال لا، إحنا بالنسبة لنا نعتقد هذا الاعتقاد، والرجال يريد يسوي لنا خطوة باتجاه العراق، باتجاه البصرة، باتجاه الكوفة، يريد يرتب أوضاعنا، خلنا نعطيه مجال. معاوية هذا رفعوا المصاح من خلال خدع ومن خلال كذا، وإذا دعونا علما قالوا له علي بن أبي طالب دعونا إلى كتاب الله. يا عمي أنا القرآن الناطق، أنا المنهج المفروض تتبعوني على أساسه، هذا جايب هذا كله إعلام كله شعارات من أجل ضربكم. المهم ما كانت القضية واضحة بدرجة كبيرة، ولهذا في زمن الإمام الحسن كبرت سليش تتركي. في زمن الإمام أمير المؤمنين كانت هناك مراسلات بين الإمام أمير المؤمنين وبين معاوية، من جملة الرسائل التي وجهها من؟ وجهها معاوية إلى أمير المؤمنين أن يا علي سآتيك سأقاتلك بأناس بجند بجماعة شنو لا يميزون بين الناقة. اشتغل معاوية على تجهيل الأمة، وقاتل علي من خلال هذه الصفة، صفة التجهيل. اشتغل قبط الأمر في الشام بشكل كامل على آل أبي سفيان، واشتغل الدور على العراق، وكانوا يقولوا طبعا يسمع الإمام أمير المؤمنين يريد يعني يرتب لهم الأوضاع كذا، لكن ظروفه ما تسمح له، الوضع الاقتصادي ما يسمح، قتال 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 زين. بينما ذاك كانوا يعني يوصلون كلمات الإمام أمير المؤمنين أنه لا، لو نترك المجال لمعاوية، لو يجينا معاوية أو بيناتهم يصير هذا. ولهذا بمجرد أن جاء الإمام الحسن عليه السلام بعد هذا يعني بعد قضية الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، برزت هاي القضية على الصفح، بحيث الناس اللي كانوا يقاتلون أو يريد الإمام الحسن أن يقاتل بهم معاوية في زمن أمير المؤمنين نوعا ما شوية كان العدد زين، وإذا مع الإمام الحسن برزت بشكل واضح حتى جلس الناس. تصور بعد حديث ويا الله وجهاد وآيات وحياه وعبد الله بن عباس وفلان يقوم، أين فرسان النصر، أين خطباء المنابر، وين كذا، وين 12,000. تقول الرواية خرجوا يعني شلون احنا بتعبيرنا يتحتحتون بالمشي زين، يتثاقلون، اتثاقلتم إلى الأرض. بينما معاوية بكلمة واحدة جمع 120,000، يعني 10% الإمام استطاع بعد هذا الحديث، ولا الحديث الأول يوم اللي دعاهم إلى النصرة وإلى البيعة ما جمع أحد. إذا قام عبد الله بن عباس كان شجاعكم تعبيرنا، هذا إمامكم واقف على المنبر وتتحمل وياه بهالمستوى. قام سعد بن قيس ابن سعد بن عبادة رحمة الله تعالى عليه أيضا حثهم، فلان فلان، يا الله شوية صار العدد، ومع هذا جرى لي جرى. ليش؟ لأن كانوا يعتقدون اعتقاد أنه لو يجينا معاوية، لو تمر علينا هاي الحكومة ربما تترتب أمورنا. هو همتين الإمام الحسن
قال لهم انا اعالج هاي القضيه، انتم عندكم شنو الاوضاع مو واضحه، عندكم الاوضاع غير مميزه ضبابيه، هذا الان كاتلكم بشعاره راح اجيب لكم اياه خلي شنو بين ايديكم. طبعا واحده من التمريرات المهمه لقضيه الصلح انه خلاهم مع الواقع، طبعا ضمن جمله من الشرائط المهمه. وفعلا بمجرد ان قبلت الامه بعد ان يعني ضبطت على الامام الحسن عليه السلام واجى معاويه بعد ما طب للكوفه بده خير، ايش قال لهم؟ الا اني ما قاتلتكم لتصوموا تحجوا تزكوا ما ادري شو تسوون، انما قاتلتكم لاتامر عليكم وقد اعطاني الله ذلك وانتم له من الكارهين. وكل ما عاهدت الحسن عليه السلام هو تحت قدم اي امه اللي بعد شنو تواجهت مع الواقع، بس خلاص ولا مساعة من دمي. الامه صارت امام الواقع وبدا القتل، بدا الارهاب، بدا التهجير، بدا قطع الرؤوس مع يعني مع زياد ومع ال زياد وال ابي يعني معاويه وبنو اميه. هذا استطاع الامام سلام الله عليه ان يعالجه، عندك عرفوا منو معاويه وعرفوا منو امير المؤمنين، عرفوا منو معاويه وعرفوا منو الامام الحسن عليه السلام. تميزت القضيه، يوم اللي اجى يزيد كانت بارزه المواقف واضحه. صار هناك خطان بالامه، هذا خط بنو اميه وهذا خط اهل البيت عليهم السلام، بعد ما يقولون خلي يجونا، لا لا انتهت، اغلقت هذه الابواب في صلح الامام الحسن، تكشفت الاوراق بشكل كامل ووفق الرؤيه اللي ارادها الامام الحسن عليه السلام. اجى الامام الحسين شنو سوى؟ المرض مالته اللي كان عايش الامام الحسين عليه السلام في وقته مرض فقدان الاراده، ان الامه ما كانت عندها قدره وقابليه على ان تقاوم، تدري هذا الظالم بس ما عندها قدره على المقاومه، خايفه، مرعوبه، منكسره القوى، لذلك ايش تحتاج؟ تحتاج مو صلح، تحتاج الى هزه، تحتاج الى ضربه، تحتاج الى ان تتفاجئ بموقف عظيم وكبير كموقف الامام الحسين عليه السلام في مواجهه السلطان. وبالتالي استطاع الامام الحسين معالجه هذا المرض، مرض الخوف، مرض انكسار وفقدان وضعف الاراده من خلال الموقف المبارك لابي عبد الله. ليش؟ لان الحسين اراد من المعركه أن تتحول إلى زخم نفسي عاطفي في نفوس الناس حتى شنو؟ يقاتلون أعداء الله عز وجل، فعلاً عبر التاريخ تحولت مدرسة عاشوراء إلى شعار لكل مظلومين على أن ينتصروا على ظالمين. إذا حقق الإمام مالته يعني العلاج، جاء العلاج بأكله، وجاء الإمام الحسن أيضاً بعلاجه إلى مجتمعه وأعطى وكله. هنا ميزوا الناس بعد الصلح بين هذا الخط وهذا الخط، وفي حياة الإمام الحسين ميزت الأمة بين الإرادة القوية وبين الإرادة الضعيفة. هذا رأيي، ورأي مهم ورأي نحتاجه في حياتنا، أن نميز مو كل الكلمات وكل الشعارات اللي تجينا صحيحة أبدا، احنا عبر التاريخ ذبحنا من خلال شعارات ومن خلال الامور اللي كانت تدخل لنا ديمقراطيه وما ادري وحل مشاكل وترتيب اوضاع بلد وغيرها، واذا من خلالها تم شنو؟ تم تصفيه هذا البلد بكل موارده، بكل شخصياته، بكل علمائه، طيله السنوات العشر او الاحد عشر التي مضت، لو تجمع خسائر العراق المادية والبشرية المعنوية الاقتصادية السياسية الاجتماعية النفسية تجد أنها عظيمة بدرجة لا يمكن للإنسان أن يتصور ذلك. في قبال ماذا جنينا؟ يعني حينما نستقبل مثلا أطروحات خارجية، مثلا جاءت لترتيب أوراق واقعنا، ماذا جنينا؟ يعني ماذا جاء علينا؟ صرنا كما يقول القرآن يخربون بيوتهم بأيديهم
وحيد المؤمن. رواه. هذا أمر أو نظرية. هناك نظرية أخرى أمر عليها مرور سريع، أيضا مهمة، أيضا أساسية في تفسير صلح الإمام الحسن عليه السلام. النظرية طبعا المتعارف بيناتنا دائما لما نحشي، يعني أول ما نتكلم نقول لما صالح الإمام الحسن ولما حارب الحسين، نقول لأن يزيد يختلف عن شنو؟ عن معاوية. هاي الكلمة دارجة على ألسنتنا دائما، نقول لأنه معاوية شكل ويزيد شكل آخر، هذا مستهتر بالفوز والفجور على يزيد، شارب للخمر قاتل للنفس المحترمة به. والإمام ومعاوية كان رجل أيضا فاسد ولكن مستتر، فلهذا لم تكن الشهادة في زمن الإمام الحسن يعني تعطي ثمارها لو استشهد الإمام للإعلام الضخم، بينما شنو عندنا في الحالة الثانية لا تعطي ثمارها، لأن الواقع اليزيدي كان واقع سيء للغاية، فتكون الشهادة هكذا يعني مثمرة. هذا يعني مع احترامي لمن يتحدث عنه ويذكره كرأي علمي لا بأس يسمع ويفهم، ولكن أعتقد بأن هذه القضية بهالشكل يعني فيها نوع من السذاجة. لماذا؟ لأنه يزيد، خب يزيد شارب للخمر، قاتل للنفس، فاسد، يلعب قمار مع القرود، صحيح؟ ولكن شنو؟ يعني أنت لما ترجع مثلا إلى معاوية، الآن ارجع إلى كتاب الأغاني لأبي فرج الأصفهاني، وارجع إلى الطبري وابن كثير وبعض الجماعات اللي كتبوا عن معاوية وحياة معاوية ووجود معاوية، فساد معاوية، الرقص والأغاني في زمن، بل ارجع لمن أسس هذا المهم، من أسس؟ من أسس اللهو؟ من أسس الخمرة؟ من أسس انتشار الفساد في المجتمع الإسلامي؟ ارجع لهؤلاء وشوف شنو كان معاوية إلى دور كبير في هذا المجال. لنصور الموضوع بهالبساطة، هنا فاسد متظاهر بالفسق متجاهر، وهنا متستر. لا، لم يكن معاوية بهذا الشكل، وعندي من الأرقام ما يمكن أن يثبت هذا الأمر وتميل النفس إلى قبوله، ولكن ما عندي مجال للحديث عنه. ثم يزيد قاتل شنو؟ النفس المحترم. شنو؟ معاوية ما قتل، معاوية ما تجرأ على قطع الرؤوس وسلب الأموال وهتك الأعراض وهدم البيوت على ساكنيها، ما سوى؟ لا فرق، لا فرق بين، بل أقول وبضرس القاطع أن يزيد يمثل ثمرة نتنة من ثمار معاوية. أصلا معاوية هو الأساس، معاوية هو الخطر الأكبر، لكن نحن حاولنا شنو؟ يعني نتقبل رأي يقوم على أساس أن معاوية كان داهية، ولكن شنو؟ داهية متستر، وهذا كان داهية مشتهر، وبالتالي نضيع القضية بين هذين الأمرين، مع أن الأصل كان هناك وشغل على قدم وساق أمام الملأ، يشتم ويلعن ويتظاهر بالفسق والفجور، وهذا إعلام أراد أن شوية يلمع بعض الوجوه الكالحة لمعاوية ولآل معاوية جماعة. فما كان أكو فرق ما بين معاوية وما بين يزيد، بل لم يكن هناك فرق بين يزيد ومن جاء بعد يزيد. يعني هسه مثلا لما ترجع إلى التاريخ لبني أمية، يعني الحجاج مروان وبعد مروان أولاده والحجاج معاهم الوليد بن عبد الملك، يعني إذا كان يزيد يشرب خمر بس، فالجماعة كما يذكر التاريخ تاريخهم كانوا يقعدون ببرك مال خمر، يقعدون بالبركة مال خمر ويشربون، ومحسوب أيضا على خط الإسلام وخط الدين وخط كذا، وكانوا يقتلون على أبسط الأشياء كما يقتلون الذباب. زين، ما شفنا حركة واضحة مسلحة من قبل الإمام زين العابدين الباقر الصادق مسلم نجاح، ما كانت حركة مسلحة واضحة، جيش عسكري يقاوم هذه الأنظمة، مع أنه شنو كانوا ضررهم أشد ضررا من يزيد. يعني احنا نريد نخلي يزيد هو المحور، أن شخصية يزيد هي الأساس، أن الحسين قاتل، لا،
زين لو كان هو الأساس، إذا جاء بعده من هو أدهى وأمر من يزيد لكان القتال شنو متوجه إليهم أيضا من قبل أئمة أهل البيت. لكن ما ذكرنا التاريخ أن هناك حركات واضحة عسكرية مباشرة من قبل الأئمة سلام الله عليهم مع هؤلاء. هذا جانب. إذا واحد يقول لا الظروف أنا ما أعرف الظروف شنو يعني المقصود به، يعني هاي قضية عائمة. شو الإمام الحسن عليه السلام وفاته شو وقت؟ تقريبا 50 للهجرة، 50 زين 50 للهجرة. الإمام الحسين عليه السلام شنو صار حركته شو وقت؟ بال61. يعني بين حركة الإمام الحسين حركة الإمام الحسن وبين حركة الإمام الحسين عندنا 10 سنوات. هاي 10 سنوات دع السنة اللي عاش الإمام بعد أخيه الحسن، معقولة قلبة الأوضاع بدرجة أن صار الإمام الحسن هنا تكليف يصالح والإمام الحسين هنا تكليفه شنو يقاتل؟ شقد تقول لي نعم. أقول طيب هو الإمام كان موجود، يعني هو نفس الحسين كان قاعد بهذا الضرب، كان قاعد إلى أن شنو؟ إلى أن صار السنة 61 صار القتال. بدأ بالحركة. قبل هذا ما كانت هناك حركة أبدا. كان الإمام يأمر أصحابه جماعته بالهدوء والتزام البيوت كما تذكر الروايات. إذا حتى الظرف وقعان الظرف يعني غير معلوم المعالم المقصود به شنو. إذا كان الظرف فالظرف تقريبا واحد بين الحسن وبين الحسين عليه السلام. النظرية الأخرى تقوم على هذا الأساس، تقول الإمام الحسن إنما صالح بعنوان أنه حاكم ولي قائد للأمة الإسلامية، وعنوان ولي وقائد للأمة الإسلامية يختلف عن عنوان الإمام الحسين سلام الله عليه اللي كان عبارة عن معالم للدولة آنذاك. يعني في حال وجود دولة والإمام عارض طلع سلام الله عليه، كان له تكليف يختلف عن تكليف دولة، تكليف قائد، تكليف ولي لأمر المسلمين في تلك الفترة. يعني شنو؟ أشرحها بعبارة سريعة جدا حتى لا أضيع على الأخوان. الإمام الحسن عليه السلام من إجا وصار حاكم، وضعية الحاكم الآن على مستوى الواقع مالتنا، سواء كان الأمثلة فقط للتقريب القضية. في بعض الأحيان أنا شايف يعني جماعة من المعارضة، سواء كانت معارضتنا العراقية سابقا أو معارضات أخرى لبلدان أخرى، يوم اللي يتحدثون هم خارج البلد يتحدثون بلغة معينة وبطريقة معينة وبكلام معين، ولكن بعد أن يدخلوا إلى البلد تبدأ هذه الكلمات شنو تتبخر أفرض 20-30% من عدة في أحاديث. يوم اللي يدخلون إلى البرلمان تبدأ أجزاء ليس بالقليل من كلماتهم خارج المعارضة تبدأ شنو تتلاشى 50%، حتى يصلوا إلى الحكم يبدأ الإنسان شنو بالحديث عن جانب آخر أصلا ربما في بعض الأحيان بعيد كل البعد عما كان يتحدث فيه سابقا. أنا فقط للتقريب ما أقول الإمام الحسن هكذا، أنا أقرب لك أنه تكليف الدولة، تكليف القائد، تكليف ولي أمر المسلمين في ذاك الوقت يختلف عن تكليف إنسان معارض. بعبارة أخرى الإمام الحسن عليه السلام شاف أنه إذا وقف أمام معاوية في تلك الفترة الحرجة من الأمة الإسلامية وهو قائد، يعني هو يعمل قبل الأمة فهو ولي أمر المسلمين رغما عن من يقبل أو لا يقبل، بويع الإمام شرعا زين أمام الناس فهو الخليفة بعد أمير المؤمنين سلام الله عليه، وبالتالي هو قائد هو ولي هو حاكم للأمة الإسلامية. هو هكذا يعتقد الإمام الحسن عليه السلام، يعتقد إذا كان يقاتل ويقف كدولة إسلامية مع جهة أخرى تعبر عن نفسها بأنها دولة المعاوية في ذيك الفترة مع قلة الإمكانيات وقلة المعنويات وقلة الأعداد حتى المقاتلة زين
وهذا أمر محسوم تاريخيا يعني. كثرت عدد وعدة وسلاح وما أدري نفوس وأرواح وأيضا شنو؟ أيضا استعداد للقتال كما ذكرت الإمام طلع 12,000 بألف يا علي، ومعاوية طلع بكلمة واحدة 120,000. هذا يعني شيء يجب أن ينظر إليه بمنظار صحيح. ولذلك الإمام رأى أنه دخوله بجبهة قتال مع معاوية بهذا الشكل وبهذه الإمكانيات يعني مو فقط سقوطه هو، مو فقط شهادته هو ومن معه كما حدث مع الحسين، فهذا فخر، فخر للحسن ويتمناه ويرجوه هو ومن معه، ولكن القضية ما متعلقة به. يعرف الحسن عليه السلام أن الأمر غير مرتبط به ولا بمن معه، فربما يقضى لأن دولة راح تقف أمام دولة، وإذا أسقطت دولة دولة أخرى ما راح تكتفي بقتل القائد ولا بقتل الجماعات المحيطة به، وإنما تبدأ بعملية غربلة كاملة للواقع في هذه الدولة، تتغير كل الديمغرافية مالتها بشكل كامل. فخاف الإمام الحسن عليه السلام على أمة رسول الله من أن تتغير بشكل كامل تبعا لهذه السيطرة من قبل تلك الدولة على هذه الدولة التي كان يقودها الإمام الحسن. فكان يرى تكليفة بوضع مولي وقائد وإمام للمسلمين في تلك الفترة، أن الأضرار اللي راح تتولد على يعني صلح الإمام الحسن أقل بكثير من الأضرار التي لو حصلت حالة مواجهة مع معاوية، مع اعتقاده بأن الحرب هي السلاح الأكثر لقتال معاوية. ولكن رأى من باب يعني دفع المهم بالأهم، رأى بأن هذا هو التكليف. بينما الحسين عليه السلام ما كانت عدة هذه القضية تكليف دولة، كان بالعطر العامة ينظر إليه بأنه معارض، وكان حريص سيد الشهداء سلام الله عليه أن يخرج بمن معه من المدينة حتى لا تخرب مدينة رسول الله، وأن يخرج من مكة حتى لا تخرب مدينة النبي صلى الله عليه وآله، مكة قبلة المسلمين. كان حريص أن لا يبدأ بالقتال، كان حريص أن لا يذهب إلى يعني إلى مكان يمكن أن يخرب بشكل كامل، وكان حريص أن لا يقاتل وأن يبدأ بقتال من مستعد مع هذا كله، هو ومن معه مستعد للشهادة اللي راح تترك آثار كبيرة على المجتمع. فتكليفه كمعارض يختلف عن تكليف الإمام الحسن سلام الله عليه كحاكم وكولي أمر للمسلمين. بينما طبعا الإمامة واحدة عندنا اثنين، الإمامة الشرعية إمام قام أو قعد، الحسن أو الحسين لا يعني تنازل الإمام الحسن عن مثلا في تلك الفترة ومصالحة معاوية، لا يعني أنه تنازل عن الإمامة، الإمامة لا يتنازل عنها. ولذلك دائما العلماء يقولون لم تختصر الإمامة في السقيفة ولم تنصب في الغدير. قضية هاي قضية اللي نصبت في الغدير هي الخلافة الظاهرية، بينما الإمامة الواقعية لا، هي قضية تكوينية من الله عز وجل لا يمكن للإمامة تنازل عنها. لذلك تنازل الإمام الحسن لا يعطي شرعية، لأن الإمامة الدينية هي التي تعطي الشرعية وليست الإمامة الدنيوية. الإمامة الدنيوية تنازل عن الإمام لظروف خاصة ولأنه نظر إليها من منظار ولي أمر المسلمين، خاف على الدولة أن يقضى عليها، فرأى بأن الصلح أولى في تلك الفترة. بينما الإمام الحسين عليه السلام كان يرى ويعتقد بأنه معارض، وأن الهدف من هذه الحركة هو أنه تعطي ثمارها إلى التاريخ، هو من خلال شهادته وشهادة من معه، وفي نفس الوقت لا تخرب يعني دولة المصطفى صلى الله عليه وآله ويحافظ عليها. ولهذا كان حريص على أن لا يجري هذا القتال أو التقابل مع الطرف الآخر لا في المدينة ولا في مكة ولا في بقعة أخرى. كان مقدر حتى الحسين عليه السلام أن لا يدخل إلى الكوفة، ومقدر هذا الأمر حينما رأى الإمام بأن القضية صارت إلى طريق مسدود وأنه لا بد من القتل
قتال. أكتفي بهذا المقدار، وإن كان الحديث أيضا صلة وبقية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن استطعت في هذه العجالة أن أعطي ولو بشكل سريع أهم معالم هاتين النظريتين المهمتين في قضية الإمام الحسن. أسعد الله أيامكم مرة أخرى، وبارك الله فيكم، وتقبل الله أعمالكم، وإن شاء الله على سفرة الإمام الحسن في مكان الإمام الحسن دائما بالتوفيق والسداد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.